فيه. في ناس حللوها بأنك أنت خايف على فقدان المعجبات والمعجبين. والله. وفي ناس حللوها قالوا لا علي متناقض مع نفسه. اليوم نبغى نسمع الرواية الحقيقية. ما في فقد للمعجبين والمعجبات، فالأخوان والأخوات اللي يحبوني والأصدقاء اللي يشجعوني هم يشجعون علي لفكر علي ولقناعات علي ولما يقدم علي ولشخص علي. اختياري في أن أنا زوجتي ما تبان وبنتي ما تبان لأن أنا اللي اخترت أكون مشهور، هم ما اختاروا هذا شيء. ليش أفرض عليهم؟ أحترم أي أحد قاعد يسوي أي شيء هو يبي. أنا ما لي علاقة في غيري، أنا أحترم كل واحد أنه يعيش بالشكل اللي هو يبي. أنا ما راح أي أمسك عصات وأربي من يد ويديد. أنا على كامل القناعة بأن كل شخص يحمل كم من الاحترام والتربية بما يناسبه. إذا هو اختار بأن الكابلز ولا غير الكابلز هالشيء هذا يناسبه، عليه بألف عافية يا أخي، هو قاعد ينام مرتاح ومتهني، عليه بالعافية، أنا إيش لي يعني، إيش لي منه؟ ولكن أنا لي مني. ما أبي بكرة زوجتي إذا كانت طالعة رايحة مجمع ولا تقضي لها مشوار ولا رايحة تداوم دوامها ولا لو إن شاء الله رايحة تشرب قهوة مع صديقاتها تتأذى. والسبب ليش؟ والسبب إن زوجي مشهور. لا، ولا أبي بنتي. أنا بنتي اليوم بس يقرون هيام علي نجم يدرون إيه بنت منه. صح. حتى في مدرستها حرصت عليهم بأن أرجوكم يعني أخذوا راحتكم، صوروها في السناب الخاص في الحضانة، الأولياء الأمور يشوفون وغيره. أنت تلبس السماعة إلا أنها تزورني في الاستديو كل خميس، تزورني في الاستديو هيام. طيب بنتي. خليني بسألك عن هيام. لو كبرت هيام وجت يوم قالت بابا أنا أبغى أدخل مجال الميديا أو التمثيل، أو وش راح تكون بردك لها؟ حقها. لها حق تحلم. أنا حلمت قبلها وهلي موقف أبويه، ليش بوقف أبويه؟ بنصح، بحاول كثر ما أقدر إني أوجه، بحاول إني أمنعها من الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، بس ليش أمنعها؟ إذا كان هذا حلمها وشغفها حقيقة فلن أمنعها، ولكن إذا كان هذا مجرد شيء تبي تجربه فلا، لابد إني أتناقش وياها. أنا تعلمت وتربيت في بيت مليان نقاش، فنفس هذه الفكرة أبي أنقلها في بيتي. جميل.